السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية لطلبة قسم هندسة العمارة في المرحلة الثالثة، مادة الإنشاءات، الفصل الأول. المحاضرة الثانية بعنوان Analysis of Statically Determined Structure، تحليل المنشآت المحددة استاتيكيا أو سكونيا. Idealized structure، طبعا لتحليل اي منشأ تعرفون انتم في قسم هندسة عمارة اكثر من غيركم انه الاشكال الهندسية والاشكال المعمارية في للمنشآت تختلف اختلاف كثير عن بعضها البعض الاخر، ولها قد تكون تفاصيل من الصعب ان نتخيلها او نقوم بتحليلها بشكل مباشر الا اذا كان هناك نوع من التمثيل او التشبيه باشكال اخرى تسهل علينا عملية التحليل الانشائي. فالايدلايزد ستراكشر هو شنو؟ اعادة تمثيل او تمثيل المنشأ. الايدلايزد ستراكشر هو تمثيل المنشأ وتحويله الى مجسم او الى شكل بالإمكان أن نقوم بتحليله بشكل سهل. To develop the ability to model or idealize a structure so that structural analysis can be performed. يعني الغرض الأساسي من إعادة تمثيل أو إعادة تشكيل أو إعادة تشبيه المنشأ هي لأغراض تسهيل عملية التحليل الإنشائي. فمثلا في الصورة الماثلة أمامنا لهذا التاور، التحليل الإنشائي بكل بساطة يكون بهكذا تفصيل، بحيث نثبت عدد الطوابق، نثبت الأعمدة، نثبت الجسور وبقية التفاصيل. فللمصمم الإنشائي أو لأي مهندس من الصعب عليه أن يقوم بتحليل هذا المنشأ بالاعتماد على هذه الصورة، فيقوم المهندس الإنشائي أو المصمم الإنشائي أو أي مهندس آخر بإعادة تمثيله على شكل خطوط ومستقيمات أفقية وعمودية، كل منها تمثل وتمثل الجسور، تمثل العتبات، تمثل السقوف والأعمدة وبقية الأعضاء الإنشائية سواء كانت حديدية أو خرسانية مسلحة. In the figure below, figure A, that the wooden beam supports several floor joists and in turn it's supported by three concrete block walls. يقول في الشكل الموضح أدنى طبعا الشكل A the wooden beam العتبة الرئيسية الخشبية support several floor joists تسند أو تقوم بإسناد بعض الجويست نسميها العتبات الصغيرة، هذا نسميه هذا جيردر أو مين سبورت بيم، وهذا نسميه جويست أو سمول بيم. تقوم بإسناد هذه العتبة الكبيرة، هذا العتبة الخشبية أو هذا الجيردر أو هذا الجسر الخشبي عفوا الخشبي يقوم بإسناد سبع جسور صغيرة من الخشب أيضا، والتي بدورها انترن floor joist and in turn it's supported by three concrete blocks. في حين انه العتبة الرئيسية تسند باستخدام ثلاث أعمدة ممكن نقول عليها من الثلاث أعمدة خرسانية. فلاحظ في هذا الشكل الآن لدينا ثلاث أعمدة خرسانية تقوم بإسناد عتبة أو جسر خشبي رئيسي، والذي بدوره يقوم بإسناد سبع عتبات خشبية صغيرة أخرى. فهنا أدي إسناد متراكب، الكونكريت يقوم بإسناد العملية الكونكريتية تقوم بإسناد الجسر أو العتبة الرئيسية الخشبية، والعتبة الرئيسية الخشبية تقوم بإسناد
سبع عتبات خشبية صغيرة أخرى. The actual distribution of the force acting on the beam is shown in figure B. التوزيع الحقيقي للقوة المؤثرة على الجسر موضحة في الشكل سواء من الأسفل أو من الأعلى في شكل B. For purpose of analysis, لأغراض التحليل, though we can conservatively represent the beam and its load and reactions with the line diagram in figure C. لأغراض تحليلية, we can conservatively represent the beam. لأغراض تحليلية بالإمكان تمثيل الجسر الرئيسي والأحمال المسلطة عليه وردود الأفعال بخطوط كما موضح في الشكل رقم أو في شكل بعنوان رقم C. فعندي العتبة هنا ببداية حولنا هذه العتبة البلوكات المن إلى reactions, والعتبة الخشبية الرئيسية هذا موضحة بالشكل آتي هنا, والعتبة والعتبات الصغيرة أو قوى العتبات ممثلة بالأسهم. فتأثير العتبات الصغيرة أحمالها وين راح تكون؟ في الاتجاه الأسفل بسبب الجرافيتي الجاذبية, في حين تمثيل ردود الأفعال للأعمدة الخرسانية هو للأعلى على اعتبار أنه لكل فعل رد فعل يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه. فتأثير أو وزن أو أحمال العتبات الخشبية الصغيرة السبعة يكون باتجاه الأسفل وهذا هو الفعل, أما رد الفعل أو الرياكشن هو قابلية أو مقاومة هذه العتبة أو هذه الأعمدة الخرسانية المن للأحمال المسلطة, وكما موضح في الشكل مثلناها بردود أفعال باتجاه الأعلى على شرط أن تساوي الأفعال في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. ولسهولة العمل أيضا بدلا من أن نمثل مثلا هذا العمود بثلاث أسهم نمثله في شنو؟ بسهم واحد رياكشن واحد أو رد فعل واحد. بدلا أن نمثل الجويست الصغير بسهمين نمثله أيضا بسهم واحد اعتبار أنه حتكون عندي مثلت العتبة الخشبية الرئيسية بخط مستقيم أفقي, ومثلت القوى المسلطة أو أحمال العتبات الخشبية الصغيرة الجويست بخطوط بأسهم للأسفل, ومثلت ردود الأفعال للأعمدة الخرسانية بأسهم للأعلى. فهذا هنا تم تمثيل أو إعادة تشكيل هذا المنشأ إلى خط مستقيم وأسهم, خط مستقيم يمثل العتبة الخشبية الرئيسية وأسهم تمثل الأفعال والأوزان الخاصة بالبيمز وردود الأفعال الخاصة بالعملية الخرسانية. بعد هذه العملية بإمكان أي مهندس أو مصمم إنشائي احتساب القوى, احتساب ردود الأفعال, احتساب العزوم, احتساب قوى القص وهكذا ليتم إكمال عملية التحليل الإنشائي. هذا أيضا مثال لعملية الـ idealization. ستيل عندي أعمدة حديدية ستيل كولوم, هاي الأعمدة الأربعة, واحد اثنين ثلاثة أربعة, تقوم بإسناد جيردر رئيسي أو عتبة حديدية رئيسية, هذه واحد, كل عمود تقوم كل عمودين تسند عتبة حديدية رئيسية والعمودين الآخرين تقوم بإسناد العمود الأخرى بهذه العتبة أيضا الرئيسية الحديدية, والعتبة الرئيسية الحديدية تقوم بإسناد أربع عتبات حديدية ثانوية. فعندي ستيل كولوم أربع أعمدة حديدية, وعندي ستيل جيردر, وعندي ستيل بيم. الجيردر حتى بالمستقبل هذا بتجيكم معلومة, عندي جيردر وعندي بيم. ستيل جيردر أو رينفورس كونكريت جيردر, ستيل بيم أو رينفورس كونكريت بيم, وودن جيردر أو وودن بيم.
الفرق بين الجيردر والبيم، الجيردر هو نفس التقنية، نقدر نقول نفس العتبة لكن تكون أضخم بأبعاد أكبر بتحمل أكبر، لكن نسميه شنو؟ نسميها جيردر. في حين البيم هو يكون بأبعاد أصغر وتحمل وقوة أصغر، واضح؟ فدائما الجيردر أحماله وقياساته وتحمله أكبر ومقاومته أكبر من تحمل وأحمال البيمز، واضح؟ Part of the floor system of steel frame building. هذا جزء من السقف، نظام السقف لمنشأ حديدي أو لهيكل بناية حديدي. طبعا تمثيل القوة أيضا راح نمثل الأعمدة بردود أفعال بسهم واحد، كل بيم نقدر نمثله بسهم واحد اتجاه الأسفل، والعتبة الرئيسية أو السجادة ممكن نمثله بخط مستقيم يمثل البيم، بعد ذلك نقوم باحتساب الأحمال وردود الأفعال. هنا part of steel roof truss، هذا عندي roof truss المسنم السقف لبناية معينة، هذا التفصيل عندي هنا connection الربط، عندي هنا أيضا connection ربط، هذا عندي هنا connection أيضا ربط، هذا members of truss، هذا الأفقي وهذا الانكلاين. ممكن أمثله بشنو؟ أمثل هذا المنبر بخط مستقيم، أمثل هذا المنبر بخط مستقيم آخر، وتلاحظون أنه عبرت عن جميع هاي الأعضاء الإنشائية الخاصة بالترس بخطوط مستقيمة. بعد ذلك لتسهيل العملية، بعد ذلك شقوم أقوم باحتساب الأحمال وإيجاد هل هذا المنبر تنشن أو كومبرشن، أيضا هذا المنبر تنشن أو كومبرشن، كمية التنشن أو كومبرشن أيضا، وبقية الأعضاء الإنشائية الخاصة بالترس. فأرجع وأقول الايدلايزيشن هي عملية لتسهيل قضية أو عملية التحليل الإنشائي لأي منشأ بغض النظر عن شكله، بغض النظر عن عدد الطوابق وهكذا. أيضا كمثال آخر لموضوع الايدلايزيشن، مثلا عندي العمود بارتفاع 4 متر ومثبت عليه عتبة معلقة بطول 3 متر، وهذه العتبة مثبت فيها أيضا أحمال هوك مثبت عليه حمل مقداره F. فمن أجي أني كمصمم إنشائي بغض النظر عن شنو، بغض النظر عن الثكنس، هسه مثلا هذا الثكنس مال قد يكون مثلا 500 ملم، الثكنس مال العتبة المعلقة الكانتليفر ستيل بيم قد تكون 300 ملم الثكنس السمك. انا كمصمم انشائي حاليا ما محتاج الثكنس مال، ممكن احتاجه وين؟ احتاجه باحتساب الاحمال، يعني بحتاج انه حتى اقدر احسب وزن الذاتي لهذا البيم احتاج الثكنس اكيد، هاني الوزن الذاتي لهذا البيم احتاج الثكنس مالته، احتاج العرض مالته، كل هذه التفاصيل احتاجها. لكن انا بالبدايه شو اسوي؟ اسهل العمليه، احول هذا البيم والعمود المن الى خطين، واضح؟ عندي هذا صار خط وهذا ايضا خط، فنو ثكنس فور ذا كومبوننت، ما احتاج اي سمك للاعضاء او للاجزاء اللي هي 1 2 1 العمود 2 البيم. The support at A، the support المسند في النقطة A can be modeled as a fixed support، المسند في النقطة A بالامكان شنو؟ تمثيله ك fixed support، ك support مقيد، كمسند مقيد. فتلاحظون الان العمود حولته من الى خط مستقيم بارتفاع 4 متر، البيم حولته ايضا الى خط مستقيم افقي بارتفاع 3 متر، القوة بغض النظر عن نوعية التعليق الهوك هنا حولته فقط الى خط مستقيم سميته F. لكن يجب اكون نقطة معينة يعني مهمة، التمثيل يجب ان يكون دقيقا بحيث ما اغفل اي تفصيلة تخص المنشأ من عدد الأعضاء الإنشائية، من ارتفاعاتها، من تفاصيلها. مثلا هنا من دا أنقل يجب أن أكون دقيق في تمثيل إعادة تمثيل المسند هنا، ما أقدر أخلي هذا هنا ما دام هو المسند هنا مومنت كونكشن، يعني ناقل الأحمال وناقل مومنت العزوم،
فيجي المثل شنو هو كفيكست. في حين هنا ممكن شنو ممثل هذا كبن، بس ان شاء الله نجي عليها الانواع السبورت وتاخذتوها المفروض بالصف الثاني، البن والفيكس والبقية والرولر وبقية انواع السبورت. فهذه نقطة طبعا جدا مهمة، التمثيل الحقيقي التمثيل الواقعي يجب ان نقوم بعدم اهمال اي عضو انشائي، بعدم اهمال اي جوينت، بعدم اهمال نوعية السبورت، لان هذه راح تسوي تؤثر على نوعية الحساب. يعني تدرون مثل من مثل البن سبورت اخليه فيكس سبورت، القضية كلها اختلفت، اصبح المسند اقوى، اصبح الشغل اكثر تعقيدا، لكن لا او بالعكس. فيجب ان يكون المهندس دقيقا جدا في إعادة في تمثيل المنشأ، بنقل جميع التفاصيل، لكن شنو بدون لا بدون السموك مال الاعضاء الانشائيه، بدون تفاصيل اخرى. يعني طبعا بالمناسبه مثل ما قبل قلت لكم قبل شوي انه الثيكنس المقطع، نوعيه المقطع، تفاصيل المقطع، هذه احتاجها لاحقا. ليش؟ مثلا اني هذا وزن العمود الذاتي احتاجه لايجاد شنو الوزن الكلي المفروض على سبورت اي، وزن العمود الذاتي للبيم المعلق احتاجه لاحتساب العزوم في المسلطة أو اللي تسببها بالإضافة من إلى وزن القوة المسلطة. فهذه التفاصيل أيضا نحتاجها، لكن أنا كبداية شو أسوي؟ أمثل المنشأ، أحوله إلى خطوط مستقيمة وخطوط مستقيمة أفقية وعمودية، وبعد ذلك أمثل الربط بينها بالنوع المناسب أو من السبورت أو المساند المناسبة، وكذلك الأعداد الحقيقية والتمثيل الحقيقي لها. Idealized structure أيضا هذا كمثال. The idealized structure consider the framing used to support a typical floor slab in a building. The slab is supported by floor joists located at even intervals. At متساوى طبعا هنا even. These are in turn supported by two side girders AB and CD. هنا عندي هذا جزء من منشأ حديدي قبل شوي تطرقنا له، بس هذا باستخدام جويست، مو جويست آخر طبعا من البيمز. عندي هنا أربع أعمدة، العمود A والعمود B والعمود C والعمود D. العمود A والعمود بي يقوم باسناد الجيردر الرئيسي، ستيل جيردر هو اي بي، والعمود دي وسي تقوم باسناد المسند الرئيسي او البيم الرئيسي او العتبة الرئيسية، الجيردر الرئيسي دي سي. زين، الاحمال المسلطة على الفلور على السلاب تنقل المن الى الجويست. شلون نجيها شلون طريقة نقل الاحمال؟ المن تنقل للجويست، طبعا كل جويست ياخذ حصة من الاحمال، كل جويست ياخذ حصة من الاحمال. هذا الجويست ينقل احمال الخاصة لمن؟ الى الجردرات الرئيسية. اذا تلاحظون شلون عم ينتقل، اني هذا يجي عندي بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه عندي باعتبار جرافيتي، باعتبار جاذبية، تنقل الاحمال لمن؟ باتجاه الاسفل. هذا الجويست راح ينقل جزء منه لمن؟ يحوله الى هذا الجردر اي بي، وجزء منه ايضا من يحوله الى الجردر دي سي. بعد ما الجيردر اي بي جمع الاحمال منين؟ من هذا الجويست الاول والثاني والثالث والرابع، جمعها ايضا قسمها بالنص، وين حولها؟ جزء منها حولها على من؟ العمود بي، والجزء الاخر حولها على من شنو؟ العمود اي. هذه بالامكان ان نحولها من الى اربع خطوط عموديه تمثل الاعمده، وخطين رئيسيين تمثل الجيردر الرئيسي، واربع خطوط افقيه اخرى تمثل الجويست. وبذلك قمت شنو بتحويل المنشا المعقد الى منشا الى شكل بسيط عباره عن مستقيمات افقيه وعموديه، ومن ثم اثبت النوع المناسب والحقيقي للربط بينهم، ومن ثم اثبت الاحمال الحقيقيه المسلطه، واقوم باعاده احتساب الاحمال وردود الافعال، وأقوم بعمل التصميم والتحليل الإنشائي الخاص بها.
نهاية الجزء الأول للمحاضرة الثانية. شكرا جزيلا.